نفترض عندي هون ريزيستر، شو الفيز انجل بين الكرنت والفولتج اللي بمر في الريزيستر؟ زيرو، ها مزبوط. يعني لو انا اجي على الاس سي ار، لو انا جبت هون ريزيستيف لود ار ال، خلينا نرسمه زي ريزيستر عشان ناكد لحالنا انه هو ريزيستيف لود، ونفترض هاي بتساوي 2 اوم. لو اطلعت على الاسلسكوب على الفولتج والكرنت اللي بمر في هذا الريزيستر، الفولتج عبر الريزيستر والكرنت اللي مر فيه، ايش لازم يكون شكلهم؟ حيكون عندي الفولتج هون، والكرنت وين راح اشوفه؟ لو كان نفس السكيل راح يكون هيك، مظبوط؟ اوكي؟ اذا دائما لا شك لازم يكون عندي الكرنت والفولتج ان فيز. اذا لو جينا الان على الدائره هاي، هلا هون اختلف الوضع عن اللي رسمته انا بالاول، اللي رسمته بالاول كان دي سي سورس، مظبوط؟ ولذلك في الدي سي سورس ما راح يطفي لحاله. لكن هون بصير عندي شيء اسمه ناتشرال كوميتيشن. فكرة الناتشرال كوميتيشن انه انا عندي سورس، اصلا هذا السورس هو اي سي، ولذلك كل ثانية كم مرة بمر في الزيرو؟ إذا كانوا 50 هرتز كم مرة بمر؟ الثانية 50 مرة 100 مظبوط؟ مش هو هيك؟ هيك؟ لكل دورة عم بمر مرتين بالزيرو، هاي مرة وهي مرة، مظبوط؟ برد بمر مرة هون ومرة هون، مش هيك؟ ف 100 مرة بالثانية في عندي اوبورتيونيتي انه الكرنت ينزل لايش؟ لزيرو. إذا هذه قديش رح تكون هاي كل فترة من هون؟ كل هذه قديش لازم تكون إذا هو 50 هرتز؟ كم ثانية؟ 20 ايش؟ 20 ملي سكند. إذا هاي 10 ملي سكند. إذا كل 10 ملي سكند في عندي اوبورتيونيتي الكرنت ينزل لزيرو. نطلع هلا على الدائرة هاي، شوفوا شو راح أعمل أنا، راح آخذ هاي الجيت والكاثود، هذا الجيت وهاي الكاثود. هلا الدكتور أنت هذا الجزء من الترانزستور صح؟ ايش هو عفوا؟ الدايود هذا الجزء من الترانزستور. لا هذا مش دايود، انا هون رسمت الاس سي ار. هلا شفت التو ترانزستورز اللي رسمناهم وشبكناهم؟ هلا خلص انتهوا بطلوا هذول، شو صار اسمهم؟ اس سي ار، سيليكون كنترول ريكتيفاير. هذا يوني دايركشنال ديفايس. ايش يعني يوني دايركشنال ديفايس؟ راح يعمل بروكينج بهذا الاتجاه وراح يعمل كوندكشن، لكن الكوندكشن هذا مشروط انه ايش؟ نكون سمعت عملت له سويتشنج في الاون ستيت. كيف بعمل له سويتشنج بالاون ستيت؟ بدي امرر كرنت هون كافي بحيث انه يوصل هذا الانود كرنت مور ذان اللاتشنج كرنت. اذا وصل مور ذان اللاتشنج كرنت بعدين راح يضل اون حتى لو نزل تحت اللاتشنج كرنت، بس ما دام ضل فوق الهولدنج كرنت. وعندي هون ريزيستيف لود، انا بسطت الامور في الريزيستيف لود لانه اذا عرفت الفولتج عبر الريزيستيف لود كيف شكل الفولتج بيكون، عفوا اذا عرفت الفولتج شكل الفولتج عبر الريزيستيف لود شو بيكون شكل الكرنت؟ نفسه بس ايش؟ سكيلد، بس بحجم بقيمة المقاومة، مظبوط؟ يعني هلا بنشوف الفولتج شو شكله هون. هلا اطلعوا شو بصير، لو بدا هذا الفولتج حطيت هذا الفولتج سورس ما عملت شيء هون، قديش رح يكون الفولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة؟ مساوي للفولتج من اللود، مظبوط؟ من السبلاي. قديش الفولتج رح يكون عبر الريزستر؟ لاحظوا هاي نقطة مهمة، هلا لسه ما شغلت شيء. زيرو. تمام، هون زيرو مش هيك؟ لأنه الكرنت لسه هون ايش؟ إذا الفولتج وين عم بروح الفولتج تبع السورس؟ مين اللي عم بيعمل له بلوكينج هون؟ لاحظ وين في عندي سويتش؟ إذا السويتش هذا رافض إنه يعمل كوندكشن معناها إيش بده يتحمل التبعة؟ إنه بده ياخذ الفولتج عبره، مظبوط؟ هذا السويتش بقول أنا ما راح أمرر. هلا أنا أوف أوف مش كوندكتينج، مظبوط؟ إذا هذا السويتش أوف هون ما عم بمر كرنت، إذا الفولتج دروب هون إيش؟ زيرو. إذا الفولتج اللي موجود هون لازم يقابله فولتج حسب كيف شوف فولتج لو وين؟ اوكي. اذا هذا الاس سي ار لازم يكون ريتد كفايه بحيث انه يتحمل هذا الفولتج، يعمل له بلوكينج، مزبوط. اذا الفولتج هون، فانا وين جيت اطلعت على الفولتج تبع الاس سي ار وهو اوف بالاوف ستيت لسه ما شغلته، راح الاقي نفس الفولتج اللي موجود هون مبين هون. اذا هذا بلس ماينس، هذا بلس ماينس، هذا الفولتج راح يكون تماما هو نفس الفولتج هون، مزبوط. هلا شوفوا شو عملت، جيت انا بنيت دائره صغيره. الدائرة الصغيرة هاي تيجي بتقول بعد ما يمر عندي الزيرو كروسنج ب 3 ملي سكندز ايش راح اعمل؟ راح اعطي بلس، والبلس قديش لازم تكون الديوريشن تبعتها على الاقل؟ 10 ملي سكندز حتى لا عشان ايش اوصل؟ ايش الكرايتيريا عندي حتى يضل هذا اون؟ حتى اوصل اللاتشنج.
زين انا راح اجي اقول تذكروا هاي 10 ملي سكند اذا كانها 50 هرتز السبلاي، هذه هون 5 ملي سكند، انا راح بعد 3 ملي سكند راح اشغله، يعني 0.3 من الزمن هذا اللي موجود هون، وراح اعطي هون بلس، والبلس هاي راح اتاكد انه الديوريشن تبعتها كافيه بحيث انه الكرنت هون يوصل، وبعدين راح تروح البلس هاي. اذا راحت البلس هاي ايش راح يصير هذا السويتش وضعه؟ اون ما دام وصل الهولدنج كرنت تبعه او ضل فوق الهولدنج كرنت، وصل اللاتشنج وضل فوق الهولدنج كرنت. اذا الفولتج اللي هون وين هلا صار؟ هذا صار نيجليجبل الفورورد فولتج، مش هيك؟ لما السويتش هذا عمل كوندكشن ايديالي ايش بكون المفروض يكون هذا الفولتج؟ زيرو، لكن هو فعليا راح يكون في له فورورد فولتج. اذا كل اللود او معظمه وين راح؟ او السورس عفوا كله راح على الارض. اذا لو نيجي نرسم الرسمه هاي هلا نشوف، خلينا نرسمهم باكثر من لون عشان تشوفوا كل واحد من الالوان شو بيمثل. انا في كان معي قلم اسود ثاني. نرسمهم بلونين مختلفين. اذا لو جينا طلعنا رسمنا الفولتج بالاحمر، هاي الفولتج تبع السورس، وهاي الفتره هون 10 ملي سكند. جينا احنا قلنا بعد 3 ملي سكند راح اعمل سويتشنج اون، وخليني اقول هاي البلس اللي اعطيتها، البلس الدائره هاي. طبعا الدائره هاي حتى تطلب تعطي البلس بالوقت الصحيح، شو المعلومات اللي لازم تكون عندها؟ مش بس الفريكونسي، فاهمين النقطة هاي؟ أنا إيش عمالي بقول لك؟ عمالي بقول لك بعد النقطة هاي، بعد اللحظة هاي مثلا، افتح الباب، افتح الباب عند نقطة معينة، مظبوط؟ إيش لازم يكون في بيني وبينك حتى أنت تفتح الباب بالوقت الصحيح؟ أنا فرضا نفترض عمالي بطلع ناس جايين من الممر من هون، وبدي إياك تفتح هذا الباب بالوقت الصحيح، مش لازم يكون في كوميونيكيشن بيني وبينك، مظبوط؟ وإيش راح أجي أقول لك؟ راح أجي أقول لك بعد ما أعطيك الإشارة بثلاث ثواني افتح الباب. إذا لازم يكون في اتصال بيني وبينك. إذا إيش لازم يكون في اتصال هون بين مين ومين؟ بين السورس. إذا لازم آخذ نسخة عن السورس بالزمن وتدخل هون، هاي بنسميها إيش بنسميها المعلومة هاي؟ سينكرونايزيشن. مين حكى سينكرونايزيشن؟ تمام، سينكرونايزيشن. لازم يكون في عندي سينكرونايزيشن بينه، لأنه كيف هو بقول له أنا أعطيني بعد 3 من 3 ملي سكند من إيش؟ من الزيرو كروسنج. طب كيف بدي أعرف الزيرو كروسنج؟ إيش لازم يكون عندي؟ المعلومات هاي. إذا لازم يكون في عندي سينكرونايزيشن. هلا شو راح يصير عند النقطة هاي لما أعطيت البلس؟ خلينا نرسمها بالأخضر البلس. إذا أعطيت أنا هون بلس والديوريشن تبعت البلس أنا متأكد إنها كافية، أنا عملت الإجراءات المناسبة والدراسة المناسبة بحيث إنها كافية، ودرست الدائرة بحيث نتأكد إنها كافية عشان إيش أوصل للهولدنج لللاتشينج وأضل فوق الهولدنج كرنت. إذا هون إيش راح يصير عندي هلا؟ طيب في اللحظة هذيك لما عملت سويتشينج أون قديش صار الفولتج عبر اللود؟ قديش كان الفولتج عبر اللود قبل النقطة هاي؟ زيرو. عند النقطة هاي قديش صار الفولتج على اللود؟ تقريبا شو صار يساوي؟ السورس. إذا عملت إيش؟ في فورورد تبعت الاس ار افترضتها انها زيرو، هي راح تكون صغيره، راح تكون قديش تقريبا باي رينج؟ من 0.7 لحوالي 1.4 فولت يكون عندي هون حسب هذا. من وين بلاقي هذا؟ اذا هلا اللود هذا فولتج الاسود، هلا ايش راح يصير عند النقطه هاي؟ هذا اللي بهمني من كل الهاي، راح يوصل الكرنت زيرو. اذا وصل زيرو اذا اكيد راح ينزل تحت ايش؟ تحت الهولدنج كرنت. إذا نزل تحت الهولدنج كرنت إيش راح يعمل؟ تمام. إذا بعد النقطة هاي قديش راح يكون اللود فولتج؟ لحد ما أرد إيش أعمل مرة ثانية؟ افرض جيت هلا هون بقدرش لأنه هذا يوني دايركشنال، لأيمتى لازم أرد أستنى مرة ثانية؟ بقدرش أعطيه هون لازم بوزيتيف سايكل، فلازم أستنى البوزيتيف سايكل هون حتى أرد أعطيه بلس ثانية. طيب الكرنت شو شكله راح يكون الكرنت؟ شو شكل الكرنت ويف فورم اللي بتمر بهذا الريزستر؟ نفس شكل الفولتج ويف فورم لكن راح تكون سكيل. يعني مثلا نفترض هذه كانت 4 اوم، راح تكون هذه 1 على 4، 1 على 4 مش هيك؟ ربع القيمه هاي راح نكون الكرنت عندي هاي نص، هاي ربع، مضبوط هيك؟ اوكي. اذا شكل شكل الكرنت ويف فورم هذا صاين بس بحاله ايش؟ بحاله اي لود، اي نوع لود؟ ريزيستيف. لو هذا كان بيور ريزيستيف لود راح يكون شكل الويف فورم هاي، ملاحظين هاي شكلها كيف بيشبه هذا؟ مش بيشبههم، بس ايش الاختلاف كل اللي عملته عليها؟ شرينكينج، بس عملت لها شرينكينج او سكيلينج، بمقدار قديش عملت لها شرينكينج؟ 1 على 4، 1 على 4 يعني ربع مش هيك؟ فتقريبا انا هون بالنظر عملت هاي تكون ربع الاسود، بعدين هون ايش راح ترجع تصير؟
راح تضلها زيرو لحد ما اذا رديت عد نفس الكلام راح يصير عندي نفس الويف فورم. هذا الكوميتيشن اللي صار هون، عمليه الكوميتيشن شو بنسميها؟ بنسميها ناتشرال كوميتيشن. ليش ناتشرال كوميتيشن؟ انا ما دخلت، كيف طفى السيستم؟ الكرنت وصلت هون لزيرو، ولذلك مستخدم كثير الاس سي ار مستخدمه في دوائر الاي سي لانه بريحني من كل عمليه الكوميتيشن. لو انه هذا دي سي هون السبلاي ايش كنت اضطر اعمل؟ لو انه هذا السورس هون دي سي وانا بدي اشغل هذا اللود واطفيه بدي اضطر ابني دائره جديده. شو الدائره الجديده بدها تعمل؟ عاده يا بدها تمرر الكرنت هذا تمرره في دائره ثانيه لفتره حيث انه ينزل الكرنت هذا تحت الهولدنج كرنت، او بدي احط هون ايش؟ نيجاتيف ريفرس فولتج على الاي كي. ماشي واضحه هاي؟ هاي نعم تفضل.